السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم الأستاذ دكتور علاء السعيد. بنستكمل الفيديوهات السابقة، بنتكلم النهاردة برضو على معمل افتراضي لعمل أو لكتابة القانون الزهري، The Virtual Floral Formula. موقع الحقيقة ممتاز وجميل وسهل وبسيط، وبيدينا فرصة ان احنا نتدرب على عمليا يعني على الأزهار وكيفية كتابة القوانين الزهرية. بنضغط على Construct Your Own Virtual Formula، بنختار هنا بالشكل ده كده. هنشوف بيديني حوالي 12 زهرة موجودين قدامنا، بنختار أي واحدة فيهم لو هناخدهم بالترتيب، ونشوف إيه اللي هيحصل لما نختار. اخترنا أول واحدة بالمنظر ده كده، بيبتدي يديني الزهرة، بس الحقيقة بيديني مجموعة صور للزهرة، بيديني الزهرة بالشكل ده كده، وبيديني فرصة ان اكتب القانون الزهري. هو عطيني هنا السيمتري بتاع الزهرة والكيليكس والكورولا اللي هو الكأس والتويج والاندريسيوم او الطلع والمتاع الجينيسيوم والاوفر بوزيشن، وبيديني هنا بقية الاختيارات بتاعتي هنا. فانا هنا لو حسيت البتلات هنا خمسة، فانا متوقع يكون السبلات كمان خمسة. طيب، لكن ملاحظ ان شكل البتلات ما هوش منتظم، يعني مش كلهم قد بعضهم، وبالتالي السيمتري بتاعهم انا هختاره اكتينومورفيك، يعني قطاع واحد بس بيقسم لي الزهره الى نصفين بالطول. طيب، البتلات هنا خمسه، بيقول لي النمبر بتاعهم، بقول له خمسه. بيسالني هنا هل هما ملتحمين ولا لا، انا شايفهم ملتحمين قدامي اهو، التحام. والسبلات انا شايفهم نفس الكلام، فهختار ان هما خمسه وهختار ان هما ملتحمين، يس. بيسالني هل في التحام ما بين السبلات والبتلات، بقول له نو. هل في التحام ما بين الأزدية وبين الكورولا، ده لسه مش واضح عندي، والأندريسيوم لسه مش واضح، فبختار الصورة التانية عشان يوريها لي من فوق، مسقط زهري عشان أشوف الزهرة من فوق. طيب، لو في معلومة جديدة ببتدي أخدها. طيب، هنا قطع لي وابتدى وراني السبلات بس عددهم خمسة زي ما أنا كاتب، وملتحمين ابتدوا يتكتبوا عندي. أروح بعد كده أعد، أدي اتنين وأدي اتنين، يبقى أربع أزدية فقط، يبقى أربعة، يبقى في واحد مش موجود. هل هم ملتحمين؟ لا، مش ملتحمين. لكن هنا في التحام بقى، طالعين ايه من فوق الايه البتلات اهو، القوس اتعمل بالمنظر ده كده. طيب، اروح اكمل بقيه الزهره، في عندي اتنين هنا، يبقى اذا الكراب اللي عندي انا شايفها اتنين. هل ملتحمين؟ ايوه، بقول له ملتحمين، يس. وضع الاوفر بوزيشن، هل هو مرتفع؟ انا شايف ان هو فوق، سوبيريور، يعني بقيه اجزاء الزهره لتحت. هنا المفروض عشان يظهر لي هل هم الجينيسيوم ملتحم، ايوه انا اخترت يس، تمام كده. وهنا اخترنا، هنا ما ظهرش في حاجة ناقصة عندي، في حاجة ناقصة، الاندريسيوم فيوزد، بقول له نو. هنا اخترت الكرولا يس. هل في اتصال؟ نعم. هنا اخترت نو. هل هنا بلست؟ اهو نو بالشكل ده، يعني ما فيش ارتباط ما بين الازدية والجينيسيوم، عشان كده تظهر لي هنا، يعني هذا الزرار او هذا الزر او هذا الاختيار لا يظهر الا بعد ما اكمل كل الاجابات. لما اضغط عليه بالشكل ده كده بيديني الاجابة بتاعتي اهي، ويديني هنا طبعا انا مختار اكتينومورفيك، طبعا ده كان اختيار خاطئ لان انا قلت قطاع واحد، هي طبعا زيجومورفيك. انا طبعا متعمد اعمل كده عشان حضرتك تظهر لك الاجابه، لو فيها عند حضرتك خطا هيديك سهم بالازرق على الاماكن اللي فيها خطا بالشكل ده كده، يبقى القانون الزهري انا كاتبه ما عدا ده كان خطا موجود عندي. طب تعالى نختار زهره ثانيه ونطبق عليها نفس الكلام ونعمل اكتر من غلطه اهو. اخترت الزهره الثانيه بالشكل ده كده، بتظهر لي هنا طبعا انا حاسس برضو انها خماسيه لكن مش باينه، يبقى ايه، ولكن في التحام هنا في السبلات. طب اشوف الوضع الثاني، لا مفيش التحام في السبلات. طب دول كم بتله؟ خمس بتلات اهم، ومفيش فيهم التحام، لا مفيش التحام. وما طيب، وادي السبلات اكيد هتبقى خمسه ومفيش فيهم التحام، نو. هل في التحام بين الاثنين؟ لا. طيب، السيمتري بتاعهم انا حاسس ممكن تكون منتظمه اهو بالشكل ده كده، اكتر من قطاع ممكن يقسمها، يبقى اكتينو. طب ايه رايكم نعمل اخطاء كتيره اهو، انا هختار ان هم هنا اربعه، وهختار ان هنا ده فيوزد يس. انا بكتب اي قانون زهري بقى، اشوف بقيه كده. طب وضع هنا المبيض انا هحطه ان هو انفيريور، مع ان هو مش كده، خلاص يعني المبيض تحت. طب عدد البتاع ده الكرابل هنشوف، انا حطهم ادي خمسه هم منفصلين بس انا حطهم ملتحمين، وحطيت هنا في التحام بينهم، هكتب في التحام اهو بين الاثنين. هنا كم؟ خمسه، انا هحطهم 10،
ها بالشكل ده كده ملتحمين، اه هقول له اه ملتحمين، وطالعين من فوق البتلات هقول له اه، هم طبعا مش طالعين فوق البتلات ولا حاجه، انا اعملهم هنا مع الجاينسيوم، لا خلاص. طب هنا عددهم كام؟ في حاجه تانية؟ اه هم غرفتين انا هعملهم واحده اهو بالشكل ده فيوز، انا هقول له لا بالشكل ده كده خلاص. في حاجه تانية انا واضح ان هو ناسيها، ده هنا انا قلت يس، هنا قلت يس خلاص، هنا قلت نو اهو ظهر لي، ضغطت كده. طبعا بص بقى الاخطاء اللي عندي هنا، يبقى بيديني الصح الكوريكت فلورال فورمولا، وده اللي انا عامله. فبيقول لي كل الاخطاء اللي عندي، الخطا الاولاني ان عملتهم ملتحمين، الخطا الثاني ان عملت فيه اتصال ما بين السبلات والبتلات، الخطا الرابع في العدد هم خمسه مش اربعه، العدد اللي هنا برضو خطاين، العدد هنا 10 المفروض كان خمسه وملتحمين، هم مش ملتحمين، هنا المبيض انا كنت عملته سفلي هو علوي الى اخره بقى، والعدد بتاعهم قد ايه واذا كان فيه التحام ولا لا. بصوا كام غلطه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهكذا. خلصت برجع للزهره مره ثانيه بالشكل كده، هنجرب كمان مره وصل مره واحده كمان اي زهره من الازهار، هنختار وليكن الزهره دي خلاص. طيب الصوره دي باين منها حاجه، الخمس بتلات موجودين عندي، بتلات خمسه واضح ان هم ملتحمين، اقول له ايوه ملتحمين. طيب وهنا في كام سوداء انا شايفهم خمسه لغايه لما هنكمل، يعني ممكن نصلح بعد شويه، اه نصلح اهو انا عندي خمسه السبلات وشكلهم ملتحمين. طيب ادي خمسه وهنشوف موضوع الالتحام ممكن نعدل بعد شويه لو انا عايز، اهو دول كام؟ ادي خمسه وطالعين من فوق البتلات اعتقد، يبقى ادي خمسه وفوق بتلات، لا مش مع الجانيسم هنا طالعين، ايوه بالشكل ده كده. طب نشوف الصوره اللي بعدها، الميبا ده انا شايفه فوق يبقى سوبيريور. طيب في ايه تاني؟ آه الجينيسيوم كام؟ هنشوف ان اهو دول كام حجرتين، ادي حجره وادي حجره، يبقى ادي حجرتين ايوه وملتحمين. نعم اقول له نعم، هو طبعا مش حاطط لي هنا عشان اظهر البلازنتيشن. هنا اللي دول يس، انا اخترت يس، هنا نو بالشكل ده كده، وهنا نو بالمنظر ده، هنا فيوزد يس، هنا فيوزد يس، اخترت يس، اللي هنا نو، دي كانت الفضل اعتقد، هنا اخترت يس، الاوفر بوزيشن انا اهو في حاجه ناقصه عشان الزر مش طالع، في حاجه انا ما اخترتهاش. طب عددهم خمسه، هنا فيوزد اخترت ان هم فيوزد، قلت نو ما هوش فيوزد، وهنا اخترت الكرول طالع ايوه من فوقيهم، في حاجه اه السيمتري، السيمتري هنقول ان هو. طب نشوف قبل ما نختار نشوف الزهره خلاص، هنقول ان هو اكتينومورفيك، اكتينومورفيك، ونختار هنا نشوف كده ما عنديش غلط، يبقى الاجابه كلها مظبوط، اكتينومورفيك مظبوط، عددهم كده، يبقى ده كده الزهره مكتمله. طبعا اعطيني اسم الزهره نيكوتشيانا افسلونيسي، هو عامل لي بعض الشروحات موجوده عندي، ما فيش عندي هنا اي سهم ازرق، يبقى الاجابه صحيحه. موقع ظريف ولطيف بحيث ان الطالب يقدر يتدرب على بعض الازهار اللي موجوده قدامه لغايه لما بيشتغل على الازهار بصوره حقيقيه. تمام كده؟ يعني اتمنى يكون الفيديو بسيط ولطيف وسهل على حضراتكم، الموقع هيبقى اسفل الشرح بتاع الفيديو، والى ان نلتقي في فيديو جديد وبسيط وممتع ان شاء الله من فيديوهات تبسيط العلوم، اترككم في رعايه الله وامانه، واسالكم الدعاء بظهر الغيب، ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا رياء او سمعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.